عن هذا السيناريو. شكرا استاذ عبد المجيد قباطي. ونحن في عدن نشعر بخوف كبير بانه ستسلم عدن. يا اخي عبد المجيد قباطي يقول معتوه. شوف انا يعني قد يتكلم لنا عن حرب نوويه. شكرا جزيلا اخ مرسين. شكرا استاذ عبد المجيد. يا اخي نحن عنصر جرائم. الناس يبحثوا عن نقود العيش. يبحثوا عن امن. يبحثوا عن وانت تتنبأ لنا دول كذا اشتهدت دول كذا يا اخي اتق الله. انت يمني في النهايه. انت يمني ولا ترى لابناء وطنك الا العقلانيه. هذا والحوار ما يقول والاحتكام للديمقراطيه بدلا من يعني لا تقعد اعصابك. هذا الرئيس اللي يعتبرك على احنا ورجال. رد على واشنطن بوست ورد على نيويورك تايمز. شكرا استاذ عبد المجيد. شكرا استاذ عبد الجندي. يا اخي على نفسك عيب عليك. يعني ما فهمت نفسك. والله الطلبه اللي شاهدوك في بيروت يضحكوا عليك. لا تفكر احنا لغة وامريكا لغة اجنبية اصدقاء. والله حتى في الحرب على الارهاب لا تفكر احنا لا في امريكا ولا بريطانيا ولا يفكروا في عقليتك. يا اخي ارجع مع علي عبد الله صالح وابعد لك من هذا التاريخ وهذا الكلام الذي ملتك فيها القنوات الفضائيه. شوف الشعب اليمني كله يقول لك يا قباطي. شكرا استاذ عبد المجيد. راح يكون معنا لك الا لقاء اخر معك استاذ عبد المجيد. استاذ عبد الجندي اهلا وسهلا فيك. بعد بريك الاعلاني استقبل فارع المسلمي ناشط يمني على امل حلقات اخرى اكثر هدوءا مع يمن سعيد. بريك اعلاني اخير استقبل لخمس دقائق الناشط اليمني فارع المسلمي. في فقرة رؤية جديدة استقبل فارع المسلمي ناشط يمني دراسة علوم سياسية في الجامعة الامريكية في بيروت. اهلا وسهلا فيك استاذ فارع. شو تعليقك على حديث الضيوف اللي كانوا قبلك؟ يعني انا امل انا اؤمل ان الثوره هذه اذا لم تنجز اي شيء الا انها ستنجز سياسيين جدد اكثر رزانه، اكثر سياسيين تستطيع ان تقول هؤلاء سياسيين يمنيين يمتلكوا رؤيه حقيقيه من كافه الاطراف. عظيم. انت مع عوده الرئيس عبد الله علي عبد الله صالح الى اليمن؟ لا، من قال هذا الكلام؟ انا لا افكر. عم بسألك سؤال. لا يعني انا لا لماذا لم يعد يهمني عوده او لا عوده الرئيس علي عبد الله صالح. انا اتحدث ويعني اعيش وكان ما يهمني الان هو ما بعد علي عبد الله صالح. اعتقد الرجل يعني لقد رحل من البلد ويجب ان نرحله من عقولنا، فهو فقط لم يعد يبقى الا فيها. ويهمنا الان ما يهم او ما يؤرقني الان هو ما بعد صالح، هو الدوله المدنيه الحديثه، هو كيف نبني اقتصاد حقيقي، هو كيف نتغلب على هذا الماضي المؤلم، كيف نتغلب على 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 مشاكل الاقتصاد، كيف نحل مشاكل الجنوب، كيف نحل مشاكل صعدة. الآن أعتقد لأن الرجل غيابه لم يحل المشاكل ولن يحول اليمن إلى فردوس خلال عام. ولكن ألا تخشى من غياب الرجل وسط هذه الفوضى القائمة من حرب أهلية؟ يعني واضح أنه في ناس مع الرئيس، في ناس ضد الرئيس، في تعقيدات كبيرة باليمن، في وضع القاعدة، رغم كل ما يقال أنه مبالغ، ولكن واضح أنه في وضعية القاعدة موجودة في مسألة الجنوب، في مسألة صعدة كما قلت قبل، مسألة يعني الحوثيين والتوتر وغيرها. من أين يبدأ الحل؟ يعني أولا أعتقد أن رحيل الرجل هو بداية لهذا الحل، ولا أخشى أن غيابه سيؤدي إلى المزيد من العنف. بس من وين؟ لأي إطار؟ يعني لأي لدينا إطار؟ لدينا الآن نحن أمام خيار، سواء شئنا أم أبينا، لدينا خيار هو أن ننتقل في بدء انتقال سلمي للسلطة عبر المبادرة الخليجية مع بعض التعديلات بسبب غياب الرجل، وحينها ستبدأ حكومة وحدة وطنية من قبل المشترك والحزب الحاكم الحالي، وإبداء حوار وطني شامل يتناقش اليمنيين حول جميع مشاكلهم. أو الفكرة الأخرى التي إن استمر النظام في تعنته، والأفراد الذي ذات مشاهدنا مع النظام الحالي إن استمرت في تعنتها، فالفكرة الأخرى والتي لا أؤمل أن تحصل هي تشكيل مجلس انتقالي من القوى المتواجدة من القوى العسكرية والقوى المدنية، أو على صحن القوى المدنية محمية بالقوى العسكرية. هذا هو خيار آخر، حينها يلتم اليمنيين جميعا حول طائرة حوار مدني، حول يلتم اليمنيين حول الحياة بكافة تعقيداتها وبكافة جمالها وبكافة فرصها وبكافة مخاطرها. حينها يبدأ اليمنيين في حل مشاكلهم. أعتقد أن رحيله كان بشكل أو بآخر هو بداية لحل جميع مشاكل اليمن، وإن لم يكن حل لها، لأنه لا أعتقد أننا سننتقل خلال فترة قصيرة إلى يمن يعني إلى دولة طبيعي. فاضلة
ولكن يعني أنا أؤمل أنه بعد 10 سنوات سنبدأ في حل مشاكلنا. هذا الوقت أعتقد أن رحيل الرجل بشكل أو بآخر هو ما يؤسس لهذه المرحلة، وهو ما يخرج الآن مثلا البلد تعيش نوع من الموت السريري. صنعاء تعيش حالة من انعدام البنزين، من انعدام الطاقة، من طفاء الكهرباء ما يقارب 20 ساعة. إذا ما انتهت الأزمة السياسية المتواجدة، وإذا ما انتهت عسكرة المدن، حينها سنبدأ في حل المدن، في حل القضايا المدنية. الشباب الثوار في اليمن بماذا توجه لهم الآن؟ لا أعتقد أن الثوار هم من يتوجهون للعالم، لا يحتاجون أي رؤية ولا يحتاجون أي شيء. هم وجهوا السياسيين ووجهوا الغرب والشرق، وجهوا العالم، يمتلكوا رؤية حقيقية، يعني أعتقد تتجاوز أي رؤية موجودة في العالم، ولا يحتاجوا إلى أي رسائل إعلامية من الخارج أو من الداخل. أعتقد أنهم أكثر من أي طرف آخر يعرفون إلى أين يتجهون، ويتجهون في طريقهم إلى ذلك. لا أعتقد أنهم يعني هل اليمن مستقبلا بالضرورة سيكون يمنا موحدا؟ أعتقد نعم بشكل كبير. هنالك تخويف كثير من أن اليمن سينتقل إلى صومال آخر، بينما أنا أعتقد أن ما حاصل الآن هو أن اليمن في الوضع الحالي هو صومال، بل على العكس ربما تكون الصومال أكثر استقرارا وأمنا من اليمن اليوم، لأن الصومال على الأقل يمتلك رئيس ورئيس وزراء ورئيس مجلس نواب، هذه الأشياء لا يمتلكها اليمن. في ظل ما وجدت الشراكة الحقيقية والمواطنة المتساوية وتطبيق سيادة القانون، وفعل العقد الاجتماعي ما بين الناس وما بين النظام، ووجد الدولة قادرة أن تلبي احتياجات مواطنيها، أو على الأقل قادرة أن تستمع إلى مواطنيها، في هذه الحالة لا أعتقد أنه سيكون هنالك خطر على وحدة اليمن. خطر على وحدة اليمن يأتي عندما يكون هنالك استفراد بالسلطة، عندما يكون هنالك فساد، عندما يكون هذا موجود كله اليوم. ما الضمانة أنه رح يتغير؟ يعني لأنه هو الحل الوحيد. الحل الوحيد هو أن يبقى اليمن موحدا. هذا اليمن هو يعني في حركات اليوم أو طالبت بالأمس بالمطالبة بالانفصال، لأنها شعرت أنها يعني مواطنة ليس حتى من الدرجة الثانية. إذا ما وجدت، وأعتقد أنها ستوجد، دولة يعني تعيش على مواطنة حقيقية، تفعل عقد اجتماعي بينها وبين الناس، في هذه الحالة يعني أنت واثق إلا انفصال؟ لا، بكل تأكيد. نعم، بكل تأكيد. صعود الحركات الإسلامية اليوم هل يخيفك؟ أعتقد أنه فوبيا أكثر مما هو حقيقة. صعود الحركات الإسلامية يجب، يعني أعتقد أنها تعلم أنها لا تستطيع أن تنفرد بالسلطة، كما لا يستطيع أن يكون هنالك أي صالح جديد. ولكن ما أؤمل عليه أكثر هو أن تكون هنالك رقابة حقيقية، بحيث لا يستطيع لا الإسلاميين ولا سوى الإسلاميين الانفراد بالسلطة، ولا يستطيع أن يمتلكوا سلطة مطلقة، لأن السلطة المطلقة ستصبح مفسدة مطلقة. ولكن نحن هنا لا نؤمل الكثير على مكارم أخلاق أي طرف، وإنما على وجود الرقابة. هذا الدور يعتمد بشكل كبير برأيي على القوى المدنية، على يعني نحن في مرحلة الأعمال ليست بالنيات، ستكون الأعمال بالأفعال حقيقة، الأعمال بالمراقبة. ولكن مشكلة يعني أولا لا يوجد تعريف واحد للإسلاميين في اليمن، ولكن أي طرف يعني قوة الإسلاميين أو قوة أي طرف هي تعتمد بشكل أو بآخر بأن الطرف المدني لا يمتلك برأيي إلا النوايا الحسنة، ولا يزال يعمل بنوع من الكسل. عندما يفعل الطرف المدني ويشتغل بحقيقة ويبدأ الجميع في عمل من أجل يمن واحد ويمن مستقر، أعتقد أنه لن يكون هنالك مجال لأي أحد أن يستفرد باليمن. يعني يا ريتك كنت معنا من أول هذه الحلقة حتى شفنا هذه الرؤية الجديدة، ما كنا سمعنا هذا الصراخ. على أمل استاذ فارع يعني هذا الكلام المهم اللي تفضلت وحكيته سيكون محور معنا الله راد بحلقات مقبلة، تكون ضيف يمكن أساسي، وحضرتك موجود ببيروت حتى نحكي معه وياك بمستقبل اليمن. أهلا وسهلا فيك بهذه الرؤية الجديدة، وضعنا رؤية نيرة للمستقبل اليمن الذي نتمنى أن يعود سعيدا. أشكر مداخلتك، أشكر الضيوف اللي تابعونا واللي كانوا معنا، أستاذ بشير البكر، أستاذ محمد عبد المجيد قباطي، والأستاذ عبدة الجندي من صنعاء. على أمل أنه النقاشات اللي عم نشوفها عم تكتر وتكتر تكتر على تويتر، على الفيسبوك، وعلى كل الويب سايت، الأسئلة يعني النقاش بعد الشيء اللي تابعوه، أنه تكفوا هذا النقاش اليوم وبكرة حول الشيء اللي بتتمنوه لليمن انطلاعا من الأسئلة اللي طرحناها عليكم. أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا بهذه الحلقة، عذرا على بعض الصراخ، على بعض الكلمات يمكن شوي النابي أو القاسي اللي سمعتوها. بدي لكم تصبحوا على الخير، إلى اللقاء الله راد الأسبوع المقبل من مباشر مع مرسل غانم. شكرا لكم.